دكتور محسن صالح المدير العام لمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ضمن نقاش مقاله 13 مؤشرا على دخول الحرب الإسرائيلية على غزة في الوقت الضائع. دكتور محسن معنا، أهلا بك معنا دكتور محسن. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وتحياتنا لمشاهديكم الكرام. حياك الله، تقبل الله طاعات إن شاء الله دكتور محسن. بداية، هل يعني موضوعيا بدء الحديث عن مؤشرات الدخول في الوقت الضائع بالنسبة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أننا أيضا في الربع ساعة الأخيرة لانتهاء الحرب، أم أن المسألتين مختلفتين برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المسألتان مختلفتان أخي الكريم. ما عنيناه في الوقت الضائع هو أن الحرب فقدت زخمها وفقدت مبرراتها، فقدت جدواها بالنسبة للطرف الإسرائيلي، أصبح يكرر نفسه، استنفذ الأهداف، لم يعد قادرا على تحقيق المزيد على الأرض. أما أنه سيعني ذلك أنه سيتوقف عن المعركة فهذه مسألة أخرى مرتبطة بأنه كيف سيدير ما بعد ذلك، يعني ما بعد دخوله هذا الوقت الضائع، كيف سيحاول أن يخرج الصورة في شكلها النهائي من خلال التواصل إلى توافق أو إلى هدنة أو إلى إنهاء الحرب. هذه مسألة أخرى قد تحتاج وقتا طويلا، لأن صورة نهاية الحرب مختلفة عن وقوعه في مأزق أنه لم يعد قادرا على إنجاز المزيد. نعم. ولذلك قد يطول الوقت بانتظار أن يصل إلى شكل معين أو أن يستكمل النزول عن الدرج إلى أن يستجيب للوقائع على الأرض التي تفرضها المقاومة. نعم، لنبدأ بهذه المؤشرات التي تفضلت بها. أولا، تحدثت عن فشل العدوان في تحقيق أهم أهدافه وهو سحق حماس، هذا مؤشر رئيسي على الدخول في الوقت الضائع للحرب. بالتأكيد، وهذا كان هو الإعلان الرئيسي والأساسي لنتنياهو ولأركان حكومته، سحق حماس، وكرر ذلك عدة مرات على مدى الأشهر الماضية ولكنه وجه بفشل ذريع على الأرض. حماس ما زالت ميدانيا موجودة على الأرض، ما زالت لديها القدرة، منظومة السيطرة والتحكم في الأداء العسكري وحتى في الإدارة المدنية في معظم قطاع غزة في المناطق التي لم يحتلها حماس، حاضرة وقوية، وحماس أيضا حاضرة وقوية في أي منطقة ينسحب من الاحتلال في اليوم التالي تعيد السيطرة المدنية على حياة الناس. وحماس أيضا ترعى يعني تحظى برعاية شعبية وحاضنة شعبية قوية وفق استطلاعات الرأي العام التي أجريت من مؤسسات مستقلة ومحترفة. أيضا حماس تحظى بالشعبية الأكبر في قطاع غزة، وبالتالي أيضا الالتفاف الشعبي حولها وحول برنامج المقاومة ما زال قائما. لم يتم الوصول إلى قيادات حماس الرئيسية التي استهدف الاحتلال، وما تزال فاعلة على الأرض بعد أكثر من 6 أشهر من المعارك الدامية والمجازر. إذن بالتأكيد فشل ذريع وكبير في هذا الإطار. نعم. المؤشر الثاني أو من المؤشرات أيضا الرئيسية، الفشل في احتلال قطاع غزة حتى الآن بمفهوم الاحتلال والسيطرة والقدرة على الضبط وما إلى ذلك. بالتأكيد، وإذا رأينا أي خريطة عسكرية للأداء على الأرض سنجد أن الاحتلال عمليا لا يسيطر على أكثر من 20% من مناطق القطاع، بل حتى انسحب من جزء منها، فهو أقل عمليا من هذه 20% التي كان يدعي السيطرة عليها. يسيطر على منافذ رئيسية مثل الخط الفاصل ما بين شمال غزة وجنوبها، بعض المناطق ما يسمى الشريط المحاذي لمناطق الاحتلال في 48 مع قطاع غزة، لكنه عمليا على الأرض أكثر من 80% من قطاع غزة حتى هذه اللحظة لم يقع تحت سيطرته العسكرية ولا تحت إدارته. وعمليا وميدانيا حماس وقوى المقاومة هي التي تدير هذه المناطق. نعم. أيضا من المؤشرات الرئيسية التي ذكرتها دكتور محسن فشل العدوان في تحرير محتجزيه والأسرى، لربما هذا كان أيضا من العناوين الرئيسية التي لطالما تحدث عنه بنيامين نتنياهو تحديدا.
وكان هذا هدف رئيسي لكل العدوان، اللي هو ما يسمونه تحرير الأسرى أو ما يسمونه الرهائن أو المحتجزين. وتخيل معي أن معركة تخاض لمدة تزيد عن 180 يوم، ويعني يفشل فشل ذريع في استحصال أي من أسراه من المقاومة، وكلها فشل يتلوه فشل يتلوه فشل، مع تسببه نفسه من خلال عدوانه وحماقاته ومجازره ودماره بقتل أسراه بنفسه في المناطق التي كان يستهدفها. وبالتالي هذا يزيد السخط عليه ويزيد من درجة الفشل في محاولة تحقيق الأهداف لأي كيان يعتبر موضوع الأسرى في غاية الحساسية، وحتى في الإطار التاريخي للتجربة التاريخية للكيان الإسرائيلي في 76 سنة الماضية لم يحدث في تاريخه أن وصل إلى هذه الدرجة من الفشل الذريع في التعامل مع الأسرى، ولا أيضا أن يتم السيطرة أو احتجاز هذا العدد الكبير من الأسرى والمحتجزين لدى قوة، وتوجد عمليا في منطقة قطاع غزة في منطقة رسميا تحت الاحتلال، ومع ذلك لا يتمكن من إنفاذ أو إنقاذ أي من أسراه بحسب معاييره. إذن المقاومة هنا فرضت إرادتها فرضا عليه وعلى حلفائه العالميين الذين تعاونوا معه استخباراتيا وبكافة الإمكانات العالمية والتكنولوجيا المتقدمة للوصول إلى أسراه، ولم ينفع ذلك. ولذلك يابد له من الرضوخ، وهذا الآن هي المدرسة التي تتزايد في داخل الكيان الإسرائيلي من أنه لابد من الوصول إلى صفقة ترضي حماس فيما يتعلق بالأسرى، وهذه المدرسة الآن ازدادت اتساعاً، هذا التيار ازداد اتساعاً في وسط الإسرائيليين أنفسهم، بل حتى في داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها. نعم، أيضاً ذكرت من المؤشرات الفشل في إحداث حالة كيل الوعي سواء للمقاومة الفلسطينية بفصائلها المختلفة أو للحاضنة الشعبية، ونركز أكثر لربما على موضوع الحاضنة رغم كل هذا الشكل من المذابح وهذا القتل الهمجي غير المسبوق تاريخيا في هذا التوقيت وهذه البقعة الجغرافية، ما زالت الحاضنة تتحدث عن نفسها دكتور محسن. يعني تخيل معي أن يكون هناك حوالي 110 ألاف من الشهداء والجرحى، وتخيل معي أن يكون هناك أكثر من 350 ألف بيت مدمر جزئيا أو كليا، وتخيل معي بنى تحتية مدمرة بالكامل، وتخيل أيضا معي حوالي 1,400,000 نازح في داخل القطاع في ظروف في غاية البؤس، ومع ذلك تأتي استطلاعات الرأي فتقول لك أن شعبية حماس زادت ولم تنقص. يعني في شهر 12 الماضي مركز البحوث المسيحية الموجود مركزه في رام الله أجرى دراسة، ثم أعاد الدراسة مرة أخرى في الاستطلاع في شهر 3 آذار الماضي، وجد أن حماس زادت شعبيتها في القطاع بالرغم من تزايد الضحايا والتضحيات والخسائر، وأن الحاضنة الشعبية تقول أن حماس كان معها حق في هجوم 7 أكتوبر، وتقول أن حماس هي الأجدر بقيادة القطاع فيما لو انتهت المعارك، وتضع ثقتها بالمقاومة، وترفض حتى سلطة رام الله وتعطيها نسب متدنية لا تزيد عن 11%، بينما تعطي لحماس نسب تزيد عن 60% إلى 65%، سواء في قوتها الشعبية أو في ترشيحها إلى أن تكون هي البديل القائم لقيادة قطاع غزة. وبالتالي هذه الثقة حقيقة كانت ثقة استثنائية، وهذا الالتفاف الشعبي هو مذهل، وهو سبب إحباط هائل، لأنه هدف الحرب في مثل هكذا نوع من الحروب عندما يفشل العدو في التعامل مع القوى العسكرية أن يستهدف الحواضن الشعبية والمدنيين للي ذراع المقاومة ولكسر إرادتها من خلال استضعاف النساء والأطفال والشيوخ، لكن هذا تحول لعنة على الاحتلال، لأن الحاضنة الشعبية التي ضحت أصبحت تقدم أبنائها حتى ينتقم لها وحتى أيضا يواجه الاحتلال، فازدادت شعور بالتحدي ضد الاحتلال، كما أنه تحول إلى جدران دم في بيئتنا العربية والإسلامية، وكذلك إلى فضيحة وإظهار الوجه الوحشي البشع لهذا الكيان في البيئة الدولية، فتحولت هذه الجرائم إلى لعنات
ودمار هائل وتشويه لهذا الكيان وصورته، الذي من خلال فعله الجبان على الأرض أساء يعني وضرب نفسه بنفسه من خلال هذا الأداء بالرغم من كل التضحيات. نعم، كل شكر لك دكتور محسن صالح، المدير العام لمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.